ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. في الفيديو بتاع النهارده زي ما حضرتك شايف على الشاشه ان احنا بنتكلم عن منحه جامعه هلسنكي في فنلندا، واحده من افضل المنح الدراسيه المقدمه للدراسه في اوروبا وبالتحديد هنا في فنلندا. بالنسبه للتفاصيل، الدوله المستضيفه زي ما قلنا فنلندا، اسم المنحه هي منحه جامعه هلسنكي. طالما المنحه مقدمه من الجامعه يبقى حضرتك هتدرس في الجامعه نفسها. بالنسبه للدرجات العلميه او الدرجة العلمية بمعنى صح اللي حضرتك تقدر تحصل عليها هي الماجستير. طبعا يمكن لجميع الطلاب انهم يقدموا على المنحة دي، اخواتنا العرب في اي دولة عربية يقدروا يقدموا، مفيش اي مشكلة اطلاقا. بالنسبة للسن مش هقول منك سن محدد، واخر ميعاد للتقديم على المنحة هو 4 يناير 2023. بالنسبة للكليات او البرامج او التخصصات المتاحة، وزي ما تشوفها معايا من داخل الابليكيشن الخاص بالمنحه مكتوبين هنا قدامك، ولكن استنى لما ندخل على الابليكيشن الخاص بالمنحه تقدر توقف الفيديو، هتشوف كل البرامج المتاحه وكمان هتكون باللغه الانجليزيه من داخل الابليكيشن. مميزات المنحه دي ايه؟ ان المنحه بتغطي لك جميع تكاليف الدراسه، يعني كل الرسوم الدراسيه بتاعتك هتكون مغطاه او مدفوعه او مموله من قبل الجامعة نفسها، يعني انت ما تشيلش هم خالص الدراسة الجامعية. ولكن حاجة زي الطيران مثلا هتكون عليك انت، لان في ناس بتسألني في الكومنتات. عايز افهمك ان المميزات اللي انا بقولها لك في الفيديو بنكون كاتبينها هنا قدامك على الموقع بتاعنا، هي اللي هتلاقيها موجودة على الموقع الرسمي زي ما مكتوبة بالظبط، انا بنقولها لك هنا باللغة العربية تسهيلا ليك وبشرحها لك. يعني هنا مفيش تذاكر طيران مكتوبة وانا ما ذكرتهاش، يبقى مفيش تذاكر طيران طبقا للموقع الرسمي الخاص بالمنحة. بعد كده بالنسبة للمستندات هتملى الابليكيشن الخاص بالمنحة، وده اللي احنا هنتعرف عليه مع بعض خلال الفيديو بتاعنا. صورة من جواز السفر، السيرة الذاتية بتاعتك تكون على الطريقة الاوروبية طبعا، الخطاب التحفيزي، وبالنسبة لشهادة اجادة اللغة الانجليزية انت بترفقها له لو مش بيطبق عليك واحد من الشروط اللي موجودين داخل الابليكيشن اللي احنا هنشرحه مع بعض. تمام، خلي بالك بالنسبه للسيره الذاتيه والخطاب التحفيزي حتى خطابات التوصيه في صندوق الوصف اسفل الفيديو بتلاقيني مجمعهم لك كده، لينكات الفيديوهات اللي عملتها قبل كده، تقدر تشوف الفيديو اللي انت عايزه عن السيره الذاتيه او خطاب التحفيزي او خطاب التوصيه. طيب دي موقعنا على التواصل الاجتماعي وجروبنا على التليجرام، قناتنا على التليجرام، واحنا من جروباتنا على الواتساب، لو حابب تشارك في جروب من جروباتنا دي حاجه تشرفنا. ده الموقع الرسمي، وهنا لو انت حابب تقدم مباشره، لو انت حابب تقدم من خلالنا بتقدر تملى الابلكيشن الخاص بيه للتقديم من خلال فريق دكتور المنح. طبعا حضرتك مش مضطر ان انت تقدم من خلالنا، احنا بنشرح كل حاجه بالتفصيل، فقط لو انت حابب تقدم من خلالنا تفضل تملى الابلكيشن، ولكن انا دين بقول لك اهو وبقول لك ان احنا بنشرح كل حاجه بالتفصيل. لو حابب تقدم على منح ماجستير او دكتوراه في اوروبا بعد عمل بنسبه تتعدى 70%، الكلام ده شرحته لك قبل كده، تقدر تملى الابلكيشن ده فقط ماجستير ودكتوراه، واتمنى ان حضرتك تطلع على الشروط كويس جدا قبل ما تملى الابلكيشن. بعد كده بتيجي هنا بتضغط على الموقع الرسمي، بتفتح معاك الصفحه الرسميه الخاصه بمنحه جامعه هلسنكي، واللي من خلالها تقدر تطلع على كل التفاصيل اللي احنا ذكرناها من هنا. تمام، طيب بعد كده بنيجي هنا مع بعض نضغط للتقديم مباشره، بتفتح معاك الصفحه اللي من خلالها حضرتك بتبدا تسجل على المنحه. طيب انا بالنسبه لي كنت مسجل، فانا هنا هعمل لوج اوت عشان خاطر اوري لك انت هتشوف ايه قدامك بالظبط. تمام، هنا طبعا لوجن مالكش دعوه بيها، بتضغط على كرييت نيو اكونت، تكتب الايميل بتاعك والايميل مره ثانيه، اسمك اسم العائله، الجنسيه بتاعتك، هنا اللغه اللي انت بتتحدثها كنيتيف لانجويج. بعد كده هنا بيقول لك do you have a Finnish personal identity code، فانت هنا بتختار نوع، انت مش معاك اي كود يخص فنلندا. بعد كده بالنسبه للابلكيشن سيلكت بروجرام، بتفتح هنا السام تلاقي كل البرامج المتاحه، هنا بيقول لك بين قوسين مثلا لمده سنتين، هنا بيقول لك كل الماسترز بروجرام المتاحه، تبدا انت تشوفهم من هنا. ممكن توقف الفيديو لو حضرتك حابب تشوفهم من داخل الابلكيشن. تمام، خلي بالك اللي انت هتختاره من هنا هو اللي هتكمل بيه داخل الابلكيشن بتاعك. ممكن هنا ننزل مع بعض شويه تاني عشان خاطر تشوف حضرتك باقي البرامج والتخصصات المتاحه، لو انت حابب توقف الفيديو وتشوف البرامج من هنا. بعد ما بتختار البرنامج اللي انت عايزه بتضغط على كرييت ا نيو اكونت. تمام، بعد كده بتروح على البريد الالكتروني الخاص بيك، بتلاقي لينك اتبعت لك، بتضغط على اللينك. بعد ما بتضغط على اللينك بيفتح معاك الابلكيشن الخاص بيك زي ما حضرتك شايف هنا معايا بالظبط. تمام، طبعا انت الابلكيشن هيفتح معاك مباشره، لكن انا ليه فاتح معايا الصفحه دي؟ لان انا داخل اعمل تعديل على الابلكيشن، لان انا فتحت الابلكيشن قبل ما اشرحه لك عشان خاطر اشوف ايه اللي جواه طبعا اشرح لك. تمام، طيب على العموم ايه اللي هيظهر قدامك انا هوريه لك دلوقتي بالظبط. انا هضغط هنا على درافت، ولكن انت هيظهر معاك اللي هيظهر معايا دلوقتي بعد ما انا هضغط على درافت. بتكون ظاهره قدامك الصفحه دي. تمام، طيب جميل جدا، ادي هنا التخصص اللي انا كنت مختاره من البدايه. تمام، هنا بنيجي مع بعض، انت حضرتك بتلاقي ان دي الخانات اللي مطلوب منك ان انت تملاها. اول حاجه اللانجوج اوف ذا ديجري،
هنا حضرتك انت اخترت البرنامج ده، فهو هنا بيقول لك اضغط على نيكست، فانت بتضغط على نيكست، هنا بيقول لك البيرسونال انفورميشن. تمام. طيب خلي بالك من حاجه هنا قبل ما ندخل على البيرسونال انفورميشن في الجزء الخاص باللانجوج اوف ديجري. تمام. هنا خلي بالك بيقول لك ان ايا كانت لغه البرنامج اللي انت شايفها هنا قدامك، ولكن هيدرس ليك باللغه الانجليزيه، فدي حاجه خليك فاهمها. بعد كده هنا البيرسونال انفورميشن بتدخل معلومات شخصيه عنك، اسمك، اسم العائله، الجنسيه، اللغه الاساسيه بتتكلمها، تاريخ ميلادك، الجندر بتاعك، كل حاجه انت بتكتبها، الدوله المقيم فيها، مكان الميلاد، الشارع بتاعك، البوستال كود، المدينه، كل حاجه معمول عليها نجمه حمراء انت لازم تملاها بشكل اجباري. بعد كده انا حضرتك بتيجي معايا في الجزء الخاص بالاكاديميك ستادز، في الجزء ده انت بتبدا تدخله بيانات عن التعليم السابق بتاعك، وهو التعليم الجامعي، اسم الجامعه، مكان الدراسه، جي بي اللي حصلت عليه، الويب سايت الخاص بالجامعه، وهكذا. تمام. بعد كده هنا بتيجي معايا، خلي بالك من حاجه مهمه، وهو يور ستودنت اي دي نمبر. لو انت معاك اي دي نمبر خاص بيك في الجامعه انت بتكتبه هنا، في بعض الجامعات ما عندهاش، فانت بكل بساطه بتضغط على انستتيوشن دازنت يوز ستودنت اي دي نمبر، هو متفاهم ان في جامعات مش بتستخدم نظام الاي دي. تمام. بعد كده بيقول لك ان سلاش اي من نفسه يعني نوت ابليكابل او مش متطبق على الحاله بتاعتك. تمام. بعد كده السكندري اديوكيشن، نفس المعلومات اللي كتبتها في الاكاديميك ستادز تكتبها في السكندري اديوكيشن، ولكن الفرق ان هنا دي كانت مرحله تعليميه جامعيه، لكن دي مرحله تعليميه ثانيه. تمام. يعني الجزء الخاص بالاكاديمي كتبت فيه حاجات تخص التعليم الجامعي بتاعك، في السكندري اديوكيشن بتخص التعليم الثانوي بتاعك. تمام. بعد كده هنا بتيجي معايا بيقول لك بالنسبه للجزء الخاص باللانجوج بروفيشنسي، تمام، اللي هو خاص بشهاده اللغه، هنا حضرتك بيقول لك ايه؟ بيقول لك لو انت عندك واحده او متطبق عليك واحده من الموجودين هنا قدامك، انت مش مطلوب منك ان انت تقدم له شهاده ايجاد لغه انجليزيه، لكن لو حضرتك مش عندك واحده من دول فانت لازم تقدم له شهاده ايجاد لغه انجليزيه. طيب ايه قصدي انا بالكلام ده؟ قصدي مثلا انت هتقول لي طب هنا في ايلس او توفل، فمعنى كده عايز مني ايلس او توفل؟ لا، هو مش معنى كده ان هو عايز منك ايلس او توفل، لو انت متطبق عليك حاجه من الحاجات اللي موجوده هنا قدامك فانت بتقدر تختارها، وبالتالي انت هتتجنب شهاده ايجاد اللغه اللي هي ايلس او توفل. لكن لو حضرتك قريت كل الموجود ده ولقيته ان هو مش متطبق عليك، فانت بالتالي لازم ترفق له شهاده لغه اللي هي الايلس او التوفل. خلي بالك من حاجه ثانيه، انك انت مش عشان تتجاوز الجزء الخاص بالايلس او التوفل انت لا تختار حاجه من دول وخلاص، لا، الحاجه اللي انت هتختارها لازم ترفق له اثبات ليها. تمام. فانت هنا بتشوف ايه المتطبق عليك، او ايه الحاله المناسبه ليك، او ايه الاختيار اللي هو متطابق مع حالتك، وبتبدا حضرتك تختاره. تمام. طيب بعد كده هنا بنيجي مع بعض في البروجرام questions، هو هنا بيبدا يسالك شويه اسئله، هو هنا بيقول لك your motivation، هو هنا مقسم لك الموتيفيشن بتاعك على هيئه شويه اسئله، انت بتبدا تجاوب كل سؤال طبقا للاجابه الخاصه بالسؤال بتاعه. تمام. ادي هنا عندك مثلا السؤال ايه هنا، what are your motives to apply for this master's program، انت ليه متحمس ان انت تقدم على البرنامج ده، how do your previous studies enable you to succeed in this studies of this master's program، ازاي دراستك السابقه هتخليك ان انت تنجح ان انت تدرس برنامج الماجستير ده، وهكذا. تمام. طيب بعد كده هنا بتيجي معايا بعد ما بتجاوب الاسئله دي كلها، انا مثلا بيقول لك your academic performance، انا بيسالك عن البرفورمانس بتاعك او الاداء بتاعك الاكاديمي، يعني الاكاديمي يعني في الجامعه، فانت بتبدا تتكلم عنه هنا. تمام. بعد ما تخلص الاجزاء دي كلها بتيجي في السكولارشيب كويستشن، فانت هنا بيجي بيسالك ويقول لك هل انت مؤهل للتقديم على المنحه، فانت طبعا تبدا تختار له يس. خلي بالك ان في هنا حاجات لو انت مش عايز تجاوبها هي مش اجباريه، ولكن الافضل ان انت تجاوبها. يعني مثلا بيقول لك هل انت قدمت على اي منح دراسيه ثانيه، ممكن انت تقول له يس وتكتب له هي المنحه الثانيه اللي قدمت عليها، ممكن تقول له نو لو انت مثلا ما قدمتش على منح ثانيه. تمام. طيب بعد كده هنا بتيجي معايا في الجزء ده، هو هنا ده عباره عن انت بتقرا شويه شروط بتاعتهم ولازم ان انت توافق عليها، فانت طبعا بتعمل شقه المربع ده، هنا بيقول لك انت ازاي عرفت عن المنحه بتاعتنا، ده بالنسبه له هو سيرفي عايز يعرف المنحه بتاعته انتشرت فين، هو الناس جات له من اي وسائل تواصل اجتماعي، انت ممكن تختار اي حاجه، حد رشح لك المنحه، اي حاجه مثلا اونلاين ستودنت بورتالز، او مثلا سوشيال ميديا، وات ايفر انت عايز ايه. تمام. بعد كده حضرتك هنا بيقول لك ان انت بعد ما تملى كل المعلومات اللي فوق دي كلها اللي احنا شرحناها، هو بيجيب لك زر السبميت. طبعا انا زر السبميت هنا مش ظاهر قدامي، ليه؟ علشان خاطر انا ما عملتش حاجه في الابلكيشن وكنت بشرح لك، ولكن حضرتك بعد ما تملى كل حاجه في الابلكيشن تقدر تضغط على سبميت. كده هنكون خلصت شرح طريقه التقديم على منحه جامعه هلسنكي. اتمنى الشرح كان واضح وبسيط. لو لسه عندك اي سؤال او اي استفسار انا ما ذكرتوش في الفيديو بتاعنا، اتفضل انسيه في الكومنتات، لايك الجميل بتاعك والاشتراك في القناه. اشوفكم في فيديو جديد على خير. سلام.